بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الفقرة 81 في مسيرة إجابة 100 فقرة من كتاب الامتحان، فقرتنا بعنوان جاليليو. المسؤول الأول عن تطوير المناهج التعليمية أكثر من أي إنسان آخر، خدت بالك كده؟ وإحنا ماشيين تطوير دي مصدر رباعي، معلش يعني إيه؟ عشان إيه لو سألنا عليها نبقى واخدين بالنا. من أي إنسان آخر وأهم إنجازاته، خلي بالك إن أهم دي اسم تفضيل، وأهم إنجازاته العظيمة كانت في الميكانيكا. فالفيلسوف أرسطو، خلي بالك أرسطو دي بدل عشان ده كلمة والإيه والمهنة، المهنة واسم صاحبة، قال إن الأشياء، عادي اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، عادي جدا أستاذ، وأنا لو ما قلتش الظاهرة هنقص؟ لا، هو في حالة المقدرة لازم تذكرها، بس تخلي بالك لما تكون سوى مثلا تقول مرفوع بعلامة مقدرة منصوبة بفتحة مقدرة وهكذا، لكن الظاهرة مش شرط تقول الظاهرة. وإن كنت بحب دايما الطلبة يعني إيه تبقى في الإجابة الأمنة، يعني طالما هي انت متمكن منها وعارف انها ظاهرة اكتبها مفيش مشكلة. يعني ان الاشياء الثقيلة يكون سقوطها الى الارض اسرع، طبعا هنا خبر يكون منصوب بالفتحة، يكون سقوطها ماله اسرع، خبر يكون منصوب علامة نصبه الفتحة. من الاشياء الاقل ثقلا وصار وراءه العلماء، طبعا العلماء هنا فاعل، خلي بالك لو ما شفتش الهاء في وراءه هتقول سار وراء العلماء وتعرب العلماء مضاف إليه، طبعا فرق كبير جدا ما بين سار وراءه العلماء وسار وراء العلماء. سار وراءه العلماء، العلماء هنا اللي مشوا وراءه تعرب هنا إيه فاعل، إنما لو قلت سار وراء العلماء يبقى هو اللي مشي وراء العلماء، فأرجو الناس اللي نظرها ضعيف يعني إيه تقرب من الورقة شوية وتشوف عشان فيها ومعنى الكلام كمان بيقول إن إيه إن الرجل ده هو اللي أسس هو اللي عمل، يبقى الناس اللي مشت وراه مش هو اللي مشي وراهم يعني. وصار وراءه العلماء يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. مئات السنين، وقام جاليليو بتجارب عديدة، عادي نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن كلمة تجارب عديدة هنا عديدة بتوصف يجوز وصف الجمع التكسير بالمفرد، يجوز كده أقول الجنود الواقفة، فعلا يجوز، والواقفة هنا تبقى نعت، وبالتالي كلمة عديدة تبقى نعت التجارب مجرورة علامة جرية الكسرة. أعربنا ما تحت خط، تعال نشوف بقى الاستخراج كان عايز إيه. بيقول لي خبرا لمبتدأ وبين فعل موقعه من الإعراب. خبر مبتدأ، خلي بالك لما بقول لك خبر لمبتدأ يبقى مش عايز خبر إن ولا خبر كان، أنا عايز جملة ما فيهاش نواسخ. أنا بقول لك بقى جاليليو المسؤول الأول، كلمة المسؤول ده خبر لجاليليو، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى جاليليو المسؤول ونوعه مفرد طبعا ومحله رفع طبعا. هنا بيقول لي أهم إنجازاته كانت في الميكانيكا، على فكرة جملة كانت في الميكانيكا دي كلها على بعضها خبر لكلمة أهم. أهم إنجازاته العظيمة إيه؟ كانت في الميكانيكا، تمام كده؟ طيب ممكن برضو أقول إيه؟ فالفيلسوف أرسطو قال، دي برضو مبتدأ وخبر لأن الفيلسوف بدأت جملة جديدة، الفاء دي ولا سيبك منها خالص، الفاء دي مش يعني في ناس بتلخبطهم الفاء ديت، فأنا عايز أطمنكم ليها، الفاء دي يا جماعة مش هتأثر خالص عاطفة، لكن هنا جملة على جملة فمش هتأثر الفاء، يبقى الفيلسوف مبتدأ وأرسطو ده البدل، وأرسطو قال إيه بقى؟ ها قال الفيلسوف أرسطو عمل إيه؟ قال، يبقى دي خبر جملة فعلية في محل يا شباب في محل رفع خبر. طلعنا خبر للمبتدأ وبين موقع الاعراب همزه ان مكسوره مع بيان السبب. بصوا بقى حكايه كسر همزه ان ديت، هات دور هنا هنمشي، بص اهو انا ماشي معاك اهو، انسان ها ان الاشياء مالها ديت مكسوره الهمزه، الهمزه مكتوبه تحت ايه؟ هي سبب واحد، تقول لانها وقعت في بدايه الجمله بس، لا تكسر همزه ان في حدود منهجك الا في حالتين، لما تقع في بدايه الجمله ولما تيجي بعد حيث كلا وألا. يا ريت تدون الكلام ده لو انت ما تعرفوش، كلا إن الإنسان، ليه كسرت همزة إن؟ لأنها بعد كلا، ما هو حيث إن محمدا فعل كذا وكذا، يبقى إن دي كسرت ليه؟ عشان بعد حيث، وبالتالي كده خدت بالك إن في خطأ شائع بقى، الناس دايما تقول إيه؟ الناس دايما تقول حيث أن، حيث أن، لا لا هي حيث إن، فانتبه للنقطة دي.
يبقى اللي بعد حيث إن تكسر همزتها، وبعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن، يبقى ليه مكسورة؟ علشان قبلها ألا التنبيهية يعني. طب لما كلا إن الإنسان لا يطغى، ليه مكسورة؟ عشان قبلها كل. طب غير كده بقى، والله إن محمد الناجح، يبقى دي عشان وقعت في بداية الجملة. هل يا أستاذ أنا لازم أقول وقعت في بداية جملة القسم أو جملة القول؟ لا 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 لا، على فكرة في بعض الكتب بتطيل في هذا الأمر، وبعض الأساتذة بيطيلوا في هذا الأمر، لكن أنا عايز أخفف عن الطالب. أنت هتاخد الدرجة، هتاخد الدرجة طالما قلت وقعت في بداية الجملة. مش مهم جملة إيه، بدل ما تكتبها غلط تبقى وقع في جملة مثلا، بداية جملة حال، وأنت بتقول لي وقع في بداية جملة القسم مثلا، أو جملة ابتدائية مثلا ولا بتاع. لا، فخلي بالك. يبقى نقول إن الأشياء كسرت همزة لأنه. طب تفتح إمتى؟ يعني إمتى أقول أن؟ لما تدل على المصدر المؤول. الله ينور عليك. مع بين، هو ما كانش طالب همزه ان المفتوح، بس انا بفكرك يعني. ظرفا وبين علامه اعرابه. تعال، الظرف المسؤول تطوير اهم انجازاته، ها، سقوطها اسرع وراء، تمام، ده ظرف، ها، مكان منصوب علامه نصبه الفتحه. مضارعا مجزوما وبين علامه جزمه. تعال نشوف لم ولما ولام الامر ولا الناهيه. تعال نشوف كده، المسؤول أهم إنجازاته أسرع مئات السنين فاكتشفوا لم يكن، صح كده. بس أنا يهمني بقى إنك تاخد بالك ده مجزوم بإيه. مجزوم بالسكون. أنت عارف إن يكن أصلها يكون. طب ما احنا كده نقول مجزوم بحذف العل. لا، النقطة دي أنا كنت أشرت إليها مرارا وتكرارا. الأجوف يجزم بالسكون ويحذف وسطه للتخفيف، بس علامة الجزم تبقى السكون. يعني يقول لما تيجي تجزمها تقول لم يقل، ينال لم ينل، يستفيد لم يستفد، يكون لم يكن، علامة جزم السكون. امتى اقول بقى بحذف حرف العلة؟ لما يحذف من الاخر. يعني لم يجري بحط ياء جيم راء وتحت الراء كسرة، بس مش اكتر من كده، فيبقى ده مجزوم بحذف حرف العلة. لكن هنا مجزوم بالايه يا شباب؟ بالسكون. فانتبهوا الحته دي، لان هو بيجيبها كتير وعايز يعني يبقى ايه، ياخد منك نص الدرجه بتاعت علامه الاعراب. لكن انت ان شاء الله واعي، وانا وعيتك اهوت، واحد ياخد منك ايه الدرجه ويجري يعني. بيقول لي ترتقي الامم باختراعات العباقره. اجعل الفعل واجب توكيد. بص، هتجيب والله، صح كده، ولام القسم يعني توصلها بترتقي، واوعى تشيل حرف العل. أنا وأنا بصحح بقى أقول لك سر كده من أسرار التصحيح. أول ما بحب يعني أجيب السؤال ده أقول له أكد بالنون، أقوم جايبها له معتل للآخر. لأن أنت عارف الطالب لازم يحط اللمسة بتاعته كتير قوي، يقوم يقول لك إيه، والله لا ترتقن مثلا، تدعو، يقول لك والله لا تدعن. طب ليه أنت شلت حرف العلة؟ يقول لك ما هو يعني أنا عايز أعمل حاجة، يعني مش هقعد أتفرج على الكلمة كده، معقول يا أستاذ يعني؟ لا يا جماعة، إحنا ماشيين على علم، على قاعدة. معلش اسمحوا لي ان انا بتكلم بالبساطه ديت، بس انا يعني في عقول كده عايز اوصل لها، وعايز انبهها ان هي اللي بتعمله عشوائي ده غلط جدا، يعني لا من العلم ولا حتى من الفهم والذكاء. يبقى مين اللي قال لك تحذف حرف العله؟ بتحذفه ليه؟ يبقى نون التوكيد لا تحذف حروف عله، بل بالعكس، ده نون التوكيد بترجعها تاني. يعني اما اقول قل فعل امر، قول يعني من قال، يعني قل فعل امر اهو، طب اكده بالنون كده، ارجع له حرف العل اللي كان في الوسط. قولنا باع مثلا، باع فعل امر من باع، عايز اكده من نون، اقول له بيعنا. اذا ايه العلاقه ما بين نون التوكيد وحروف العله؟ هل هي علاقه حرب وتنافر، ولا علاقه ود وقام؟ ايوه كده، انا عايز افكرها لك باي طريقه يعني. لا، ود وقام، تمام. يبقى ترتقينا. طبعا هنا اضبط، خلي بالك بقى، بقول لك ايه، مع ضبطه بالشكل. بص بقى، هو ايه برضه عايز ياخد الدرجه ويجري، والله لا ترتقيا، ما هو مبني على الفتح، يبقى تحط على الياء بتاعه ترتقي، لما تحط لها نون التوكيد يعني، تحط على الياء اللي هو اخر حرف في الفعل ترتقي، حط عليه فتحه، لان المضارع يبنى على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد. وافكرك بمعلومه برضه يعني لها علاقه، ويبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه. يعني بقول النساء يخرجن، يبقى يخرجن ده مبني على ايه يا شباب؟ على السكون. السؤال ده بيقول لي امدح ابتكارات جاليليو. ها، نعمة، الابتكارات، ابتكارات جاليليو
او اقول له حبذا ابتكارات جاليليو. اخيرا اكشف في معجمك عن كلمة احتكاكها. المعجم العادي يبقى حكاكا باب الحاء فصل الكاف ثم الكاف. أبناء الطلاب وصلنا إلى نهاية الفقرة 81، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.